صباح الخير، انا دكتوره نهى جبريل، استشاري الاطفال وحديث الولاده في مركز طبي ومركز طب الاطفال. بيشرفني ان اكون معاكم النهارده. اليوم جميل والفكره رائعه والمكان متنظم كويس جدا، وكل اللي موجودين بيحبوا المكان وعايزين يعملوا احسن حاجه للمكان، وربنا يوفقنا ان شاء الله. اتكلمنا النهارده في محاضره صغيره تعريفيه عن التطعيمات، يمكن عشان التطعيمات من الحاجات اللي فيها كلام كتير بيهم الاهالي وفيها يعني اختلافات كتير في الاراء. والتلخيص الموضوع ان ناس كتير بتبقى شايفه ان التطعيمات في الصحه دي كفايه، لان هي التطعيمات الاساسيه، وان التطعيمات الاضافيه مش مهمه لعده اسباب. يمكن هم شايفين اللي مش شايفين انها مهمه عشان الامراض بتيجي بسيطه، الامراض ممكن ما يبقاش ليها مضاعفات، والطفل عنده مناعه فالمرض هيجي وهيروح. حتى لو حصل مضاعفات هتبقى بسيطه، والمضاعفات دي شركات الادويه بتهولها قوي عشان يبيعوا التطعيمات. الحقيقه لا، لان التطعيمات اللي مش اضافيه هي مهمه، بس وزاره الصحه لسه ما دخلتهاش في السكيدول الموجود بتاعهم. والتطعيمات اللي دخلت منعت امراض كتير ما بقيناش بنشوفها، زي شلل الاطفال احنا مش بنشوفه خالص، زي الدفتيريا مش بنشوفها تقريبا، الكبدي به برده ما كانش موجود في الصحه ودخل، الحصبه الالماني والغده النقافيه قلت جدا جدا. فلا، التطعيمات بتفرق وبتحسن مناعه الطفل، وممكن الطفل ياخد في اليوم الواحد لغايه 10 تطعيمات ما يحصلش حاجه، لان الجهاز المناعي بتاعه مستعد انه يقابل كل ده. الحاجه الثانيه، لو جالنا مرض، المرض ده زي التهاب الرئوي او التهاب السحائي، واخدنا علاج وقعدنا في المستشفى وخدنا الريسك بتاع المضاعفات بتاعته، احنا كاهل هنبقى قلقانين جدا. فاحنا كل رساله ان احنا لو في اي تطعيم اضافي نسال عليه وما نقلقش منه، ونبقى مش نقرا بس على وسائل التواصل الاجتماعي او نسمع من الزملاء، لا احنا لازم نسال الدكتور الخاص بتاعنا، ونحاول لو احنا قادرين ان احنا ندي الطفل التطعيم الاضافي، وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا.